للتعليق على هذا الموضوع ينضم إلينا عبر سكايب من واشنطن رئيس مركز العلاقات الخارجية الأمريكية دكتور صفي الدين حامد. أهلا بكم دكتور إلى استوديو الرافدين. بعد تأكد خروج الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني، ما هي توقعاتك لتداعيات هذه الخطوة على طهران والمنطقة؟ للأسف الحليف الأوروبي غير موافق على هذا، ولهذا يعني الموقف الأمريكي سيصبح ضعيف، لأن أمريكا يعني ستقف وحيدة في هذا. الأهم من كل هذا طبعا إن الموقف الإيراني موقف قانوني، كتبوا معاهدة أو اتفاقية وملتزمين بها، ويعني لم يتعدوها يعني بشهادة الكل. فطبعا ده بيضع الموضوع في يعني في منطقة حرجة، اللي هي منطقة يعني إن في عدوانية أو في شيء من الهجومية من الطرف الأمريكي، وده طبعا كان منتظر مع التغييرات الحادثة في واشنطن بالنسبة للمناصب الكبرى زي وزارة الخارجية ومستشار الأمن القومي ومديرة المخابرات المركزية. فيعني المتوقع طبعا تصعيد أكتر. نعم، قائد صلاح المشاة البحرية في الجيش الأمريكي قال بأن بلاده لا تستطيع بمفردها القضاء على ما سماه بالإرهاب. إلى أي مدى تتوقع أن تنخرط الدول العربية حليفة لواشنطن في الحرب ضد الإرهاب الذي تقوده واشنطن؟ طبعا يعني واشنطن يعني مسألة الأفراد على الأرض عملية عزيزة جدا، وبأي حاكم أو أي رئيس أمريكي بيتردد يعني عشرات المرات بل مئات المرات قبل ما يشرك أمريكا في حرب ستستدعي شباب أمريكي على الأرض. في فرق كبير ما بين استعمال الطيران الأمريكي طبعا اللي هو يعتبر جبار ومتحكم، لكن بالنسبة لل يعني الشعب الأمريكي لا يتقبل ضحايا أكثر بعد ما حدث ما حدث في العراق وفي أفغانستان، واستمرارهم إلى الآن كنزيف صحيح ضئيل لكن موجود. نعم، هل تعتقد بعد تدهور العلاقات بين واشنطن وطهران أن تصنف الأخيرة في عداد الدول المستهدفة بحرب أمريكا على الإرهاب؟ طبعا يعني مسألة الإرهاب كما تعلم والاتهام بالإرهاب مسألة فضفاضة، وحتى الآن لم يتفق العالم على مسألة التعريف دقيق لمسألة الإرهاب، وهي تهمة توجه يعني لكل عدو أو كل منافس للعمل الأمريكي يعني أو للنفوذ الأمريكي. لكن أنا اعتقادي إن الأهم من هذا هو يعني تنبيه الدول العربية إن فعلا الموقف أصبح خطير ويستدعي انتباه كل الحكومات العربية والشعوب العربية، لأن الحقيقة منذ حرب العراق فإيران بتمتد وتتسع نفوذها. يعني دعنا قليلا من مسألة النووي وخلافه، لأن أعتقد أن فيها بعض المبالغات، لكن الحقيقة أن في نفوذ إيراني يعني زاد كثيرا في العراق وسوريا ولبنان، طبعا حزب الله من مدة طويلة، وفي البحرين برضو، وطبعا نجح أخيرا في اليمن بحيث أنه ضعضع الحقيقة الوحدة اليمنية ودخلنا في حرب أهلية. يعني هل ستستطيع أمريكا الحد من هذا النفوذ الإيراني المتوسع؟ أعتقد مش بالجهاز الحالي، أو يعني مش بالأفراد الحاليين اللي هم يعني يعتبروا كلهم صقور. يعني تعديل المسار لازم، وهؤلاء الأشخاص اعتقادي ان هم ما عندهمش القدرة على تصعيد العمل الدبلوماسي، بل بالعكس هم يعني من فئة الصقور وسيصعدوا ويفكروا دائما في أعمال عسكرية، وهذا لن يحل الموضوع على الإطلاق. أعتقد أن الدبلوماسية لازم تلعب الدور الأكبر في يعني تقليل النفوذ الإيراني،
واستيعاب الدرس، يعني استيعاب الدرس الأساسي إن طبعا إيران وجودها في المنطقة كدولة أولا جارة وناجحة بالنسبة لأشياء كثيرة، يعني في الاقتصاد والصناعة وخلافه، دولة يعني لا يستهان بحجمها ولا بقوتها، مثلها مثل تركيا. نعم وطبعا العلاقات الإسلامية، إنها دولة إسلامية برضو ستكون يعني أفضل من محاولة تقديم إسرائيل مركز القوة في هذه نعم المنطقة. فيعني صانع السياسة الأمريكي لازم يتفهم مهما كان هل تتوقع أستاذ صفي الدين، هل تتوقع نشوء أحلاف في المستقبل القريب بعد ما تدهورت العلاقات بين روسيا والغرب بعد أزمة الجاسوس الروسي؟ أحلاف ما بين روسيا يعني وبعض البلاد في الشرق الأوسط قصدك؟ نعم هو طبعا يعني بدون أحلاف، احنا رأينا إن القوات الروسية نزلت إلى سوريا وحققت نجاحات عسكرية وسياسية طبعا، لأنه كان الذراع قوي، بحيث إنه حاليا أصبح بشار الأسد ما يعني متواجد على الساحة واستمر في نجاحاته وامتداده مرة أخرى بعد ما كان تضاءل حجمه وقوته ونفوذه في داخل سوريا. نعم فيعني بدون أحلاف حتى، هو في اتفاقيات طبعا، يعني زي ما بيقولوا دولة لدولة أو نظام لنظام، نعم مظبوط والحقيقة ده يقلق كثيرا الموقف يعني. نعم الأستاذ الدكتور صفي الدين حامد رئيس مركز العلاقات الخارجية الأمريكية كنت معنا عبر سكايب، شكرا جزيلا لك.